مشكلتنا اننا مش بنعرف نفرق بين سعر الحاجه وقيمتها. سعر الدبله اللي حضرتك لابسها ممكن يكون رقم معين، لكن قيمتها ممكن تكون ذكرى حلوه، مشهد حلو. تعالوا النهارده نشوف راي الناس في الشارع عامل ازاي. يلا بينا. مساء الفل. ازيك يا فندم؟ الحمد لله كله. اخبارك؟ تمام الحمد لله كله. ازيك يا بطل؟ الحمد لله. اسم حضرتك وشغال فين؟ محمد حسني وبشتغل في الالموتيل. يا اهلا وسهلا. طيب قول لي، النهارده بنتكلم عن الفرق بين قيمه الحاجه وسعرها. قيمه الحاجه وسعرها. تمام. هو يعني خلينا اسالك، عندك حاجات محتفظ بيها بتمثل لك ذكرى حلوه؟ والله انا احسن حاجه في حياتي كلها اولادي وبيتي، غير كده انا ما عنديش. يعني يمكن انا اهلاوي، بحب الكوره، كنت بلعب كوره، بس اهم حاجه عندي اولادي. بالنسبه لي اولادي وبعد كده بلدي. بس. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك؟ الحمد لله. رياضي شكلك؟ الحمد لله. صح ولا ايه؟ بتلعب ايه؟ بلعب كمال اجسام، وفي نفس الوقت العجله بالنسبه لي ده شيء مهم، يعني ده بيساعدني، يعني رياضه برضو ليا. برافو عليك. طب خليني اسالك، قيمه العجله دي كام؟ انت جايبها ب 3500. قيمه العجله 3500. قيمتها يعني كفلوس 3500. طيب ايه الفرق بين القيمه والسعر؟ لا، قيمتها عندي حاجه كبيره، انا مش هستغنى عنها، يعني هي جزء مني بصراحه، حاجه عندي مهمه يعني جدا. دبله سعرها كام اللي كنت لابسها؟ كان في التسعينات، يعني حوالي 20 30 جنيه، كانت رخيصه ساعتها. حلو. قيمتها بقى بالنسبه لك ايه؟ قيمتها غاليه جدا، لانها كانت بتمثل زواج زوجتي وام اولادي بعد كده، فكانت قيمتها عاليه. اوقات احنا بنحتفظ بحاجات في بيتنا، والحاجات دي يجوز وردة تكون دبلت مثلا، او جواب قديم ملوش، ممكن ما يكونش ليه قيمه في نظر ناس كتير، لكن بالنسبه لك انت مش فلوس، بالنسبه لك انت القيمه في الذكرى الحلوه اللي كانت موجوده. فعلا بيحصل احيانا، الواحد كان بيبقى عنده يعني شيء، وكان يعني سبب في تغير في حياته في يوم من الايام، فبيحتفظ بيه. مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ ازيك يا عسل؟ كويس. اسمك ايه؟ مالك. مالك. ازيك يا ام مالك؟ الحمد لله. شغاله ولا قاعده في البيت؟ لا لا لا، قاعده في البيت. أيوه. طب حلو الكلام. احنا النهارده بنتكلم عن، ولا خلينا اسالك على طول، لابسه دبله؟ طيب ليه دايما لما بنتكلم عن قيمه الحاجه الناس بتقيم الحاجه بالفلوس، بالرغم ان مش كده؟ سعر الدبله غير ايه؟ غير قيمه الدبله. غير قيمه الدبله طبعا. وليه بقى قيمه الدبله دي بتمثل لك ايه؟ بتمثل لي حاجات كتير جدا، اني يعني علشان انا متجوزه طبعا، فلازم تكون الدبله موجوده. بالظبط. يبقى بتمثل لك ذكرى كويسه. اكيد طبعا. صح. اكيد. وتمثل لك ان يوم فرحك. طبعا طبعا. صح. طبعا طبعا. اذا قيمه الحاجه غير سعرها. في حاجه محتفظه بيها مثلا من ايام زمان، لو حد شافها عندك يقول لك انت شايله الحاجات دي ليه؟ بس انا عشان قيمتها حلوه جدا بالنسبه لي، وبتمثل لي حاجات كتير، بتفكرني بذكريات حلوه، بتفكرني باوقات جميله مثلا قضيتها مع حد، حاجات كده كتير. بالظبط. اذا لما نقيم الحاجه، او حتى نقيم البني ادمين نفسهم، مش بنقيم بالسعر ولا بالرقم، احنا بنقيم بالمواقف، بقيمه الحاجه كمان. هتتعدل واحوالك.